بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الكريم. الأخوة مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ونحن نلتقيكم بحلقة جديدة من برنامج مضايف أهلنا. حي الله الأخوة المشاهدين أينما كانوا في العراق والوطن العربي والعالم. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. حقيقة احنا سعداء جدا ان نلتقيكم وباستمرار وفي مثل هذا الوقت، حقيقة متابعين البرنامج وعطاء الأخوة الضيوف من الشعراء وما يقولون من مشاعر وقصائد وقوافي ومفردات رائعة جدا، كلها لكل شاعر رسالة يقول ما بداخله وحال التعبير عن معاناتكم وهمومكم وما تعانونه أنتوا يا شعبنا من 2003 إلى يومنا هذا. حقيقة كنا نتمنى يوم عن يوم، يا الله يا فرج الله، الله كريم، فرج الله قريب، إن شاء الله نخلص، إن شاء الله كذا. أشو لا زال يعني المعاناة والتدهور ويعني تدني الخدمات، ووصلنا إلى الدرك الأسفل من التأخر والتخلف والدمار والجوع والمعاناة. أويلي للمدارس بها حاض، الطلبة يقعدون على القاع، الصحة مستشفيات متهرية، لا أدوية ولا علاجات ولا أجهزة، ينطون مليارات لهذه للصحة على أساس مديريات الصحة بالمحافظات كلها تنباك، يا بشتركم جهاز تخطيط قلب، الضغط، العمليات للكلى، يا وين الفلوس؟ يقول لك والله هذا حال العراق، ناس تبوق من البواب وانت صاعد الى اعلى شيء بالهرم السلطه، ليش؟ ليش؟ يعني ما معناه انتم جايين صخره، جايين مثل مقاول، مثل يشوف له مصدر عمال يقول لهم يابا تعالوا عندي شغله، بس اشتغلوا عندي وش ايدكم لكم، شو تريدون اخذوا، بس ايش اقول لكم سووا، انتم هالشكل ما حد بروح وطنيه عنده، لحد الان ما شفنا واحد وطني. حبكم وولاءكم لغير العراق ليش؟ هذا هو حالنا، ما يصير. بعدين اكو مساله اخرى، نقول الله كريم، ان شاء الله تفرج، يعني ما تظل هالشكل، ان شاء الله كريم. هسه هذا اتولي نظام الملان ان شاء الله بايران وتداعى كل ما حطت بوسها به ايران، كل هذه الدول ان شاء الله تعافى بعد هذه العمليه باذنه تعالى. اثنين اخوان، اكيد يعني احنا بظرف صعب ومعاناة وهموم، هذه موضوع الإطلاقات النارية يمودة تروح ضحايا، طفل يموت، رجال وماشي يموت، وتجي طاحة هو ما يدري، ليش يا أخوان هذه الإطلاقات النارية بهذه الطريقة البشعة؟ يعني بكيسي وكلاشينكوف وبرنو تستخدموها بالمناسبات والنوب الدقات العشائرية وما أدري إيش، تدرون هذه يعني هالإسراف هذا ما بمعنى، هاي مو شجاعة، هو اللي مو شجاعة هاي عيب، هذه اسفاف، هذه قشمره، هذه واحد يعني ما يصير، ماكو داعي هالاطلاقات الناريه بهذه الطريقه بمناسبه تسوى او ما تسوى. يا الربع عيب، انتم بيا حال هالساعه، مو هذه الطريقه التعبير عن الفرح والسعاده بهذه الطريقه. حيا الله الأخوة المشاهدين، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. إحنا حقيقة نريد نسعدكم، نريد شوي نخفف عنكم من خلال قصيدة، جرة الربابة، سواحل العتابة، نائل الأبوذية، عندهم الأخوة ضيوفنا الأعزاء، وإن شاء الله نسعدكم دائما من خلال مشاهدتكم هذا البرنامج. أهلا وسهلا بكم، رحبوا معي بضيوف حلقة هذا اليوم، الأخوة الأعزاء الشعراء، الأخ الشاعر مروان الحمود، حياك الله. بارك الله بك أبو عمار وحياك الله، وأنا ممنون منك على حس الدعوة والضيافة وقناتك الكريمة والكادر المميز.
يا اهلا وسهلا، حياك الله، يا مرحبا. ايضا يشاركنا اول مره الاخ الشاعر متحمس حقيقه بيابته الحلوه، وسالوني الاخوه الزملاء قالوا عدنان الربيعي اليوم شاعرنا من الجنوب، قلت لهم لا من الموصل، لان عشيره ربيعه عندنا بالموصل عن اب عن جد من زمان في مناطق بدءا من وانا والكسك، وهذه المناطق موجوده. فابن الموصل شاعرنا اليوم وضيفنا الاخ عدنان الربيعي، حياك الله. تحيه ودوم عمي ابو معمر، لي الشرف ان اكون ضيف برنامجك، برنامج مضايفه هنا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا خفيفين الظل، ودعاء للوطن، عسى الله سبحانه وتعالى ان يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة ويرفع عنها كل غلاء وبلاء إن شاء الله. الله كريم، الله محييك يا هلا. حيا ودوم. وين بالتسعين مرة شفتني هذا؟ بالتسعين بالتسعين كنا عسكر. إيه. أنا ورحمة أبو علاء إسماعيل محمد العلي. إيه. كانوا يكتبون الزهيري بالعسكر. إيه. هو واحد من عمامنا محمد الحبش أبو أحمد. وكان ولد ويانا هم حسن النمراوي. ايه. يتفقون على موضوع ما موضوع يكتبون او جناس او جناس. ايه. وثاني يوم الصبح يكتبون الزهيري. حلو. ايه. فيوم من الايام طالعين العصر، واذا بترفق رايت انت والمرحوم الله يرحمه. ايه. عبد الحكيم زعلان. عبد الحكيم الله زعلان. ايه. سلمنا عليك شي، بس شنو احنا على الواجب طالعين، كنا بقيتهم مستعجلين. حياك الله. اي والله. يا اهلا وسهلا. الحمد لله التقينا. الله يسلمك. الحمد الحي يشوف الحي. الحي يشوف الحي. اهلا وسهلا. اي اخوي الشاعر العزيز احمد السبعاوي، الله محييك. الله محييك ويبارك فيك العم ابو عمار، شكرا على هذه الاستضافه، شكرا لقناه الفلوجه، وشكرا للاستاذ صدام السحل ابو حمودي. يا اهلا وسهلا، حياك الله. الله ومعنا اليوم عازف وشاعر الربابه حسن الجبوري، حياك الله اخوي حسن. حياك الله ابو معمر وبضيوفك الكرام، وانا سعيد بهذا اللقاء، وان شاء الله ما نقصر مع مشاهدينا، وتحياتنا لاهلنا بالحويجه وبكركوك وفي جميع يا اهلا وسهلا، حياك الله. الله كريم. العزيز ابو حمود البجاري ان شاء الله يصل سلامك. ايضا اليوم راح يكون وياكم اسال وصهيب ان شاء الله لجماليه الحلقه وقراءاتكم الشعريه. اهلا وسهلا. حقيقه الاخ مروان سبق وان التقينا عند الطحطوح. اي والله تحياتنا لهم، تحياتنا لبيت الطحطوح العريق، تحياتنا لهن جواعنا كلهم. احنا من كنا بصلاح الدين يمكن. نعم. اي قناه نعم. صلاح الدين صحيح. فحياك الله. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. فايش تختار الاخوه المشاهدين؟ والله ابو معمر حياك الله في بيت زهيري وقصيده فهن يعبرن عنا في السن ان شاء الله. فهمك يا قلبي، همك يا قلبي كثير براحتك قسمه، همك يا قلبي كثير براحتك قسمه، احسب خماسك سداسك احسب وقسمه، حلفت وقتي وحلف لي واكد بقسمه، حلفت وقتي وحلف لي واكد بقسمه، ما جوز عنك ما جوز عنك، لان صار برقبتي قسام وجامعت الهموم بيها من المآسي قسام، نجرة من سولف نجرة من سولف وقت نساح بالنقسام، نجرة من سولف وقت نساح بالنقسام، للعنده مبروك وللحظ عثر قسمه، للعنده مبروك وللحظ عثر قسمه. أما القصيدة فأقول ليش تراوي حنطة ومن تبيع شعير، ليش ليش تراوي حنطة ومن تبيع شعير، وعلى دروبك الواد مدوم ملتمه بوجه واحد تميز مو علي على الغير، يل اسمك يستحق وسط القلب ضمه، اتفائل دوم بيكم شرقي لتلو خير، ومن طينة ترابك ما تصح شمه، المجنونة تعرفه المجنونة تعرفه احسن لك انت هواي، ترى المجنونة تعرف احسن لك انت هواي. نعم. من عاقل ما تعرف عنا اي كلمة. صحيح. اسألني
اسألني ولا تلح وياي بالله أرجوك. نعم. لأن صبري تلاشى وما بقت همة. همة. جوابي جواب اعتبره ميت، وانت تعرف زين كرام الميت افرض بلا صح دمه. دمه. صحي من الوضع رايج ولكن زين، صحي من الوضع رايج ولكن زين، سواس اصبحت يمنا تجرنا وتجمه. اي والله تمام. وصحيح القال حاضر، صحيح القال حاضر ماضي شو شفناه، ومن الناس تودهم تجرحك كلمه. قبل بستان قلبي يزهي كان ورود، ذب الوقت الفلح ما خاوت الذمه، وقبل صوت البلابل يعجب السماع، وهسه المنطقه الرد كل اذن صمه. يوسف صح نبي، يوسف صح نبي، واخوانه هم اسباط، بس من رجليه يعرف جدها الحمه. وإذا تعرف دليلك ما يشيل أسرار، دحفر بالصحار لسرك ودمه، أدور على الرفاق الما يقدرون. نعم. أنا لا أدور على الرفاق الما يقدرون، وإذا قبت بدمعهم ما يقدرون، خسارة من نشتة الماء يقدرون، خسارة من نشتة الماء يقدرون. اسكتوا لليوم ما ردوا جواب، سلامتكم. أحسن، صح الله لسانك ولسانك. سحب درك الله عزيز. قصرت. ايه يا اخوي عدنان، للموصل الحبيبة يمكن قلت بيت عتابة. نعم. ومحضر دارميات، وهذا قبل القصيدة، شو تقول؟ الموصل أقول باستثناء طبعاً أستاذنا نجم الجبوري، يعني أعماره، إحنا كل واحد يخدم أهل الموصل. أحسنت أستاذ. والموصل. نعم. وبأمانة. نعم. وإيده نظيفة. نعم. وما يعبر شيء بجيبه. أحسنت أستاذ. والله نحترمه ونقول له جزاك الله ألف خير. نعم. ومكانه محترم. الله عزك الله. أقول الحق، الحق رايد شوارب. نعم. الحق رايد شوارب والحزينة. صحيح. ووقفت رجال هسع والحزينة. نعم. ترى الحدبة اليتيمة والحزينة بعمار تعود لولا لها حدة. إن شاء الله جو النشامة. إن شاء الله تعمر. إن شاء الله. إيه. بيت دارمي. إيه. الصديق أقول الخوة، الخوة وقت الضيج شوفوا شحلاها، بانت بوقت العوز مو شوف فضاها. حلو جميل. يودني امين وما خنت صاحب. الله. يودني امين، امين وما خنت صاحب. يودني وحز جدمي على الخير. الله. يوديني اسف بيهم طلع عاطل. الله. يودني يا اللحم ياكل جزء الاحسان لي. صحيح. اكو شيء. نعم. القصيدة. اقول لي صاحبت بصويحبك حس حاله، بذمتك هي شارته معقوده، ومهما يمر خل فرحتك بوصاله، وخل الوصل هو يسعدك بوجوده، بالك تزله زلتك بطاله، خلك رجل كلك وفاء معهوده، وياك من قول انتظن هو قاله، لين الخوي زودك ترى من زوده، وبعشرتك هي تخبرك بافعاله، التجربه برهانها وحدوده، المعرفه من صانها تبراله، ولصانها ما ينكر مجهوده، شد حبلها بالك ترخح باله، يا زينها لو ابتنت مشدوده، خل صاحبك هو يرسمك بخياله، يا رسمته لو اكملت محمودة، بالك تقرب صوبهم لحثالة. نعم. والسمعته بين العرب مقرودة. خلك وظل بطيبتك هيالة. نعم. تشمها ربعك ولك مشهودة. الله يريحك الهيل. للها مكان
يعجبك ايه وقباله ايه اشماحك هذاك الردي مطروده ربعك ربعك تجاوب بظهرك كالفاله يا حي ربعك سند هي تسندك وتحوده نعم لان المراجل ايه تفتخر برجاله كاد والمو رجل عيب علي يعود اي والله ما يستاهل المو رجل لان المراجل ايه تفتخر برجاله نعم والمو رجل عيب علي يعوده ربي وهبني بالعقل بفضاله حتما علي ان نحمده من جوده من جوده واخر كلامي للنبي ارساله عليه الصلاه صلي صلاه على النبي مردوده صلي صلاة عن النبي مردودة عليه الصلاة والسلام صح الله لسانك أحسنت ما قصرت يا الرواي الله يعافيك كفاك الطيب كفاك الطيب أي أحمد السبعاوي حقيقة طريقة يعني مغايرة وقليل من يكتب أو قلة من الشعراء حقيقة يتميزون بهذه الطريقة من الكتابة وهي القصيدة المفتوحة مفتوحة ولكن راح نغير احنا لا لا خلنا نسمع نسمع المفتوحة عاد الأخوة المشاهدين يسمعوها ويشوفوها طبعا هي قصيدة عمودية لكن غيرت بالقوافي نعم يعني كل بيتين قافية أيوة فقول محتاجين نرجع للزمان الفات محتاجين نرجع للزمان الفات قبل عصر الهرج والضجة والهوسة ونشوف الحياة شقد جميلة وكون نقلب صورة وناخذ دروسة نقلب صورة المو على النقال بالألبوم ذيك التحفة فنية عساها تعيد بينا من الحنين الراح وترجع أيام الكلها حنية من كانت أختنا البنت سابع جار ولو ما ظل أسف ذاك الوقت وين من كانت أختنا البنت سابع جار ولو ما ظل أسف ذاك الوقت وينه من كان الخجل للزلمة والنسوان إذا مرة نقباله ينزل بعينه من كان الثقل بالعقل مو بالجيب وتتباهى بعلمها وعايشة الفقرة من كان العشق عني ما مطروق مو تمثيل كلش واضحة الفطرة من كان الكبير بكل فرع عموه من كان الكبير بكل فرع عموه لأن صاحب أبونا وجارنا ويمنه من كان الوطن للفقرة والأيتام ما يأكل لحمنا ويشرب بدمنا من كان الجهاز بكل عزم طفيه والفاقد أبد ما نضحك قباله من كان الجهاز بكل عزم طفيه والفاقد أبد ما نضحك قباله من كان اللبس على البشر مو مقياس دكتور وتشوف هدومه من باله من كان الشعر مو بس فقط موزون على المضمون يحكي وينكتب حسجه من كان اللبس بالسله مو كنتور والمضمون منها ملفلف ببقجه من كانت امان الدنيا واستقرار ومتوحد الشعب ما ينوخذ حقه من كانت الدقه على العدو وصير وعلى غير العدو ما تلقى اي دقه من دين البلد مكتوب بس اسلام ونصون الوطن كل احنا ونطيعه من كانوا اهلنا غشمه ما يفرقون ما يدرون بينا سنة لو شيعة الله سلامتكم جميل جدا الله يسلم والله هي الطيبة هي يسلم. النقاء هي الوفاء هو هذا البناء الحقيقي بس من دخلت علينا الأحزاب الإسلامية دمرتنا دمار وهجمت بيوت العراقيين يا الله فرجك يا الله خلصنا يا الله الله آمين كريم يا ربي آمين تسلم الله صح الله يسلمك الله يسلمك ما قصر فيك. عيش. هاي العتابة الحلوة اللي اختارها حسن أخوي نسمع حيا الله حسن الجبوري وحيا الله الحويج وحيا الله التأمين حيونا الجميع يا هلا يا هلا من وين يا ابو من هي
عشت الذرة وليمي ولي ولي يمي عشت الذرة على الولي من هي تقول شبيك سار الضعر من هي ولي دار سرور يا ولي دار سرور يا ولي دار سرور تجهجين ولي راح الدار تهدمت ايش ضل بيها حضرينها للدار كلام ولي دار سرور تجهجين منها بالعاد وين الظهر شال أمواجي تنشد شدار وين الظهر شال وين يا باه ولي يا باه ولي يمه وين الظهر شال ولي ولا النوب أنا الحادي يا مش قالي ولي ولي يمي حادي يا مش قالي لم سرعي بضعون يا ويلي يا ويلي حاديهم شقار مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين نتواصل معكم حقيقة الأخوة الأعزاء مبدعين في حلقة هذا اليوم الأخ مروان الحمود بارك الله بيك شلون أمامنا شلون الدير يا قرية الجوار الله بخير سلمون عليك عليكم السلام وخير ما شاء الله الله وبركاته أي والله ومن من خلال برنامجكم ومن خلال قناتكم الكريمة فأوجه تحية وسلام لأهل الجوعنة الزقير والشبير وكل من يعرف مروان الحمود لان اذا اذكر اسماء فخابروني كثير فما نقدر لك ساعه كامله اي والله تحياتنا فمن خلال برنامجكم تحيات لكل من يعرف مروان الحمود ان شاء الله يوصل سلام فابو معمر بيت زهيري وقصيده غزليه ان شاء الله ينال اعجابكم اي والله انت غزل حلو ايه فبيت زهيري فاقول سبحان ربك بحسنك معتني دائره ها سبحان ربك بحسنك معتني دائره زين وخسران بهواك كان دارت علي دائره سبحان ربك بحسنك معتني دائره وخسران بهواك كان دارت علي دائره واقف ببابك كأن مراجع بدائره انطر وتاني تقول لي التزم بسراك والله عليك اذا بسرع حالك حال الربعة حبك تشتني ودمرنا القرب بسراك كانت امنيت الصبح لولا العصر بسراك بس اشوفك كانت امنيت الصبح لولا العصر بسراك يا ابو شعر ليل سارح والوجه دائرة يا لطيف يا أبو شعر ليل سارح والوجه دائرة أما القصيدة فأقول أسأل دوم عنك وأنشد عليك
أسأل دوم عنك وانشد عليك، مو قصدي أحبك لكن أسباب. أسباب ردت مرة تسامر أنا وياك، أقارن من أشوف مسامر أحباب. أسأل دوم عنك وانشد عليك، مو قصدي أحبك لكن أسباب. ردت مرة تسامر أنا وياك، أقارن من أشوف مسامر أحباب. انتهمت انت بشتلتي وداري الناس، أنا المشتول بس ما ضمن التراب. يلحبك فيافي، يلحبك فيافي واسمك هلال، اللي طارت سرابة ظن ربح جاب. يلوموني هلي من خاطر انساك، ضميري قال مقبل عسعس انساب. الله الله. يلوموني هلي من خاطر انساك، ضميري قال مقبل عسعس انساب. روح وداعتك ما تقبل تهيد، القلب دقاته والله تبخل ثياب. يا الله الله. يلوموني هلي من خاطر انساك، ضميري قال مقبل عسعس انساب. روحي وداعتك ما تقبل تهيد، القلب دقاته والله تملخل ثياب. ملخل ثياب. تطيح دموع حفنات من العيون، الله جفنهن ما قمض ما شابق اهداب. الله. اشتظن طاريك ما يخطر على البال، بالله عليك اشتظن طاريك ما يخطر على البال. لا والله ما يروح من البال. ولا اسمك بصدفة بيوم ينجاب. يابا اشتظن اشتظن ابو معمر، طاريك ما يخطر على البال. لا والله على البال. ولا اسمك بلحظة بيوم ينجاب. اي والله. طعنت السيف لا بالتبرة والطيب، بس طعن الحكي ما ظن تطاب. هاي المشكلة. الحكي وياك، الحكي وياك ما أخر ولا جاب، أريد السلة معد أريد العناب. هذه عاد. الحكي وياك ما أخر ولا جاب، أريد السلة معد أريد العناب. إش كثر على البال شاهدنا صور ناس احذفتها وداعتك وانطيتك إعجاب. هواكم هواكم ما جلب راحة ولا إعجاب، ولا إعجاب. هواكم ما جلب راحة ولا إعجاب، ولا إعجاب. وشفت من حبكم المامش ولا إعجاب، إش كثر تعليق لك مني ولا إعجاب. ولا إعجاب بكثر ما نبض قلبي يدق علي، كثر ما نبض قلبي يدق علي. وتحياتي لكم. الله. يمكن مجابني الموبايل انت، قلت اعجاب وعينك شابحه وما تنام اللي. الله تسلم. صح الله يسلمك. صح بدنك ابو معمر العزيز. هلا والله. اي سولفنا على وانا وعلى مناطقكم يا ربيعه، انتم بالموصل وين مساكنكم؟ وين ديرتكم؟ والله اني عمامي ديرتهم الكسك. ايه. وعندنا عمام يعني نخوه على مناطق ربيعه، قرى ربيعه. ايه. ايه احنا الثراثرة والعقلات. ايه. وعندنا فخذ الوردي. ايه. هذول عمامنا اللي موجودين، وغير افخاذ هي البومناه والزوريين. ايه. على مناطق وانا وما وانا. وانا ايه. ايه نعم استاذ. على ذكر وانا كان رجل كريم وشجاع وطيب، الشيخ حساف النعيمي. ايه ابو بشير الله يرحمه. الله كنا دائما نزوره باستمرار. نعم. الله يرحمه برحمته. واهلا وسهلا بربيعه هذه القبيله العربيه الاصيله النقيه. اهلا وسهلا. ايش تختار؟ ناخذ النايل زنجيل هذا يسمونه مو النايل. ايه النايل. ايه اقول قاعد قاعد وتاني بحمد، قاعد وتاني بحمد، طول علينا وغاب، قد ما قعدت انتظر اضحى القلب عطاب. ارقب طريقك حمد، ارقب طريقك حمد، ظلت تلوب العين. ارقب طريقك حمد، ظلت تلوب العين، بلش بقطارك بخت يلفي الولف ليهين. الله كريم. ارقب جوابك حمد، طالش عجب للحين، عجل علينا الخبر خوفا نحب ميتين. يا الله. ارقب جوابك حمد، طول علي هو ليش، ارقب جوابك حمد، طول علي هو ليش، حن ونشدني القلب حاير شرد له بيش. صدق اقول لك شو تقول له شو تجاوبه؟ ارقب جوابك حمد، شنها السبب شو طال، انطر وانا بشاربك راد القلب مرسال. الله.
أرقب جوابك حمد اجبل علي لو جيت كل ما وردت أسألك شفت الولي فحاجيت حاجيت يا الله أرقب جوابك حمد مشعل علك شبيه قلبي انشوى ومنتظر منك خبر يطفيه الله 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 ختاما أرقب جوابك حمد ريت ويجيني بساع عن نور مان القلب خايف قضب تلقاع الله عن نور مان القلب خايف قضب تلقاع قضب تلقاع أحسن سلامتك اختارت الريل وحمد أكيد يعني نعم ها نعم اختارت حمد والريل الريل وحمد نعم الله جميل أيه الله أحسنت صح الله لسانك سلمك أستاذي العزيز إيه قالت هون أخوي أحمد السبعاوي تختار قبل ما أختار أبلغك تحيات السيد الوالد طبعا أبو عبد الله السبعاوي والخال حاتم ابو نشوان الجواري السلام كثير السلام يسلمون عليك وبركاته اهلا وسهلا تحياتنا لك وفي عمامنا السبعاوين الله يسلمك يعزك فاقول نديمي نديمي الكنت لا صاحب وندماه كنت لانفاس لي شمه وندماه لردهن بالعكس كلهن وندمه مثل ما تحمي تشوي النار بيه الله الصاحب اللي عندي قعد والشلته تاج الجان من يبعد احفظه وصاينه الجان من يعتاز كم تنطيله روح لا طلبني ولا حسبت بداينه الله الكنت ادعي له فرض وقت الصلاه وابقى ذكرى بكل دقيقه الحاينه الكنت اعتبره اخو مو فت صديق وحده يوفي والبقيه الخاينه حتى من يغلط أغض طرفي وأقول زلت لسانه وكلمته الماينة ناعم الأظفر طلع شو شكله ذيب ناعم الأظفر طلع شو شكله ذيب لو تبسم كان مخالب باينة حاكي عني وللأسف كنت تحكي بيه وما إجتني منه غير الفاينة اللي يحكي بالمقفى وشرب من بيتي هاي شلون يهنى وما يغص بماينة قمت خلطنا ملح من شفته هيك خاف ما غزر شكرنا وشاينا ورايد أطولا وفي ريت الوفي ينشر والسمع بمنيتي ريت الخبر ينشر القلب بيد المحب ليش المحب ينشر ظنيت أنا وفي ما ظنتي من شار وظنيت نبع نبل ما ظنتي من شار وظنيت شاير إلي ما ظنتي من شار قاصد يفضح الأمر فوق الحبل ينشره سلامتك رايد الفضيحة تسلم الله يسلمك جميل الله يسلمك صح الله إنسانك صح الله بدنك يا أخوي حسن نختار الآن بيت عتابة والنايل وراها على الحويجة ها يلا توكل بقى من كان وهالبيج عزيزة عزيزة بجالهم دوم الهلا دوم الهلا بيج والله كفو الله 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 يا أبوي صفق الراح بعتابك بعتابك وهلبيك دموع العين على الولف الغياب أنا أصبر الراح بعتابك Thank you.
دبابي مسدود بابي يا ايش ظلم يا الدار الزين يروح اول بيها لازم ضل بيها يا ويلي يا ويلي مسدود بابي يا عتابي شوف يا ابو يا ابو افتح عتابي عقب العزيز الراوح يا ولي يا ولي توحش عتابي الفرح
اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. قراءات شعريه ومسك الختام لهذه الحلقه. حقيقه الاختيار الاخوه الاعزاء انا العتابه وزهيري والابوذيه. الاخ مروان الحمود محاوره او ابوذيه بين طالب مسلم وطالبه مسيحيه. نعم صح الشكل؟ صح ابو معمر. اذا نسمع يعني. الله يبارك فيك. فابو معمر هي راح على لسان حال. فابدي اقول خيال شاعر. نعم. يا قلبي يا قلبي بسيف يوم رحله وقسماك. نعم. يا قلبي بسيف يوم رحله وقسماك هذاك اللي معك بفرد قسماك. نعم. اقول لها انت لي تقول قسماك ومدى القسمه اذا ما صرت لي. شلون بالله؟ تجاوب تقول له لو انت مسيح تصير قس لي. ايه الله. يا لو انت مسيح تصير قس لي رغم قلبك عنيد وحيل قس لي. قاسي. اذا ننتظر قسم رجوج قس لي لان قسمه حياه ادري شجيه. شجيه. حنين وببراء اشدي في حضن اطيب اذ من حضرته تحصل. الله. بقى الامر النهار شوف حظنا نتامل يلي بعدك نار لي ومصدر شوق اكيد تصير لسطه. مصدر شوق اكيد تصير لسطه هذيك المو طويله حيل. وسطه يا قلب شار ادبر اليك واسطه قبل ما احلامنا يضيعن. سويه يا درب الشوق حاف امشيك مشياته ويا دمع العين كل ما شاف مش امش بيه. يات انا الما قصرت دزيت مشيه. انا الما قصرت دزيت مشيات بكثر شيب ظهر بالراسليه. عهد ماخذ تظل خلي ولو ضاع وتعرف حالته وظرفي. الله. ولو ضاع من اشوفك تطفي تغطيتي. بالله عليك. ولو ضاع صامت ما احس رجاج بي. صامت ما احس رجاج بي. جميل احسن. موضوع جميل وحلو. الله الله يسلمك ابو صح الله لسانك. صح بدنك العزيز. احسنت. اي اخوي اسال اكو بينك وبين احمد العبد الرحمن رديت على بيت من زهيري هذا ولكن قبل هذا اشتهر بالعتابه عبد الله الفاضل العنزي. اي نعم. اي تدري العنزه بدو. نعم. ولكن لانه سكن في الشام. نعم. ولهجتهم يقولون العتابه فتاثر بالعتابه وبدا يكتب العتابه وتميز. نعم. فايش عندك العبد الله الفاضل؟ عبد الله الفاضل وظفت له بيت هو ايضا كانت محاوره بين شعرانا الكبار العتابة تريد أهلها. نعم. فاني وظفت بيت رسالة لعبد الله. الله الله. قلت العتابة العتابة تريد أهلها والعتبها كتب ضيمة لبروحه والعتبها. الله الله. العتابة تريد أهلها والعتبها كتب ضيمة لبروحه والعتبها. شكساري بخيامه. ايه. والعتبها نده يا شير من حر الصواب. يا لطيف. هلك شالوا على مكحول يا شير. نعم. وخلوا لك عظام الحيل يا شير. اي والله. يا لو تبكي كل الدم يا شير هلك شالوا على حمص وحمى. ايه الله. ويا لو تبكي طول الحول يا شير هلك شالوا على حمص وحمى. يا الله جميل. واحمد عبد الرحمن يقول زمان الشوم زمان الشوم بالغبرة ترى الدار. نعم. زمان الشوم بالغبرة ترى الدار وعقب ذاك الغوى لبست ترى الدار. يا الله. ترى الدار يا هالعدار تنشدني. ايه. ترى الدار خراب هجمته وضوها طفى. اي أيوة والله يسمرع العرجة. حلو حلو. اي أيوة والله. ايه. جاوبت وقلت ترى الدام زمان الشوم بالغبرة ترى الدام. ويلي. عمت عمت قد ما بجت عينه ترى الدم. ترى الدم. خلف وينك وقد حسك ترى الدم تهدم سقف والموق الطفى. ويلي يا حي. ايه ايه. جراوي ركان الجبور يقول ايه. دار الجفوها هني ما سير ودبيها من يوم شاله ودوت وانكسر ود بيها. الديرة أهن بعجل يا صاح ودبيها نوح ومغثة وأسى وآه ونين وحدي واخبرهم الضيم حط سيفه بدنيني وحدي. الله. حق أشق زيجي وعيش بهالزمان وحدي
لأن دار المودة القبل ما ظال ود بيها. لا والله دار المودة القبل ما ظال ود بيها خالية. دار الجفوها هلي ضاقت عقب مرها. هاي لك لي. نعم دار الجفوها هلي ضاقت عقب مرها، أشهب عليها الحزن عقب الحلم مرها. مرها حقي أول وانذهل مقدر أنا مرها. نعم. ريجي بقهر ينبلع طب الألم زاره. ويلي. داري وأظل بشجن دايم أود زاره. نذر علي لي رجع إيه؟ لاخذ معي زاره إيه؟ والبس عبادي الفخر بمرايته ومرها. الله الله الله. ودار الجفوها هني نار بحطب علها إيه؟ دار الجفوها هني نار بحطب علها، أظلم عليها الوقت حيف بأسف علها. علها ها صحت هو سكت ما رد عجب علها. ما لي صبر على الجرى لكن قلت عدها. عدها جافيتها مو سهل. نعم قلبي بقى عدها. صرت بغرب عد وعد ما لي على عدها، لكن دعيت بحزن ربي نصت علها. لكن دعيت بحزن ربي نصت علها. ويا بوب الدار حقش بس تلولي وعلى الغياب عينك. ويلي بس تلولي إيه؟ تلول الشوق ذابت. نعم بس تلولي على المشفين زاد الطنعنة. زاد الطنعنة ويا بوب الدار. نعم ما ظل يترف فيك إيه؟ يا بوب الدار ما ظل يترف فيك وحزين العين على الغابة وترف فيك. ترف فيك يا لو ينفع خياط اجفل. اي والله تروف فيك ثياب الشوق كشمها الغياب. الله جميل. يعن ويصيح دلالي دوا حيل حيل. يعن يعن يا ابو معمر يعن دلالي. يعن ويصيح دلالي دوا حيل سقيم وعلولف ماله بدوا حل. الله الله مثل عطشان ويدور دوا حيل لحد ما تاه بفجوج الخله. الله الله لحد ما تاه بفجوج الخله. والله تسلم. وين الوجه انت يا صدام؟ وين يا صدام؟ الله يعزك. ما شاء الله ما شاء الله. الله يعزك استاذي العزيز. عدنان الرباعي كفو والله. الله كفوك الطيب. احسنت احسنت طيب استاذي العزيز. والله نعم الاختيار حلوين اليوم كلكم ما شاء الله. الله يعزك شهاده يا اخوي احمد السبعاوي. ولا تهون العتاب. نقول بقلم بقلم خطيت بحروفك على شجار. بقلم خطيت بحروفك على شجار وتعدى وجور ما اقول لك. على اشجار يميل الكحله بعيونك. إيه؟ على اشجار تصيب الذيب وبنادم سوح. وشبيه الطوب دلالي دواهيج. شبيه الطوب دلالي دواهيج. دلالي دواهيج يا دنيا وحيل ملتني. دواهيج عليل ومثله ما ينفع. نعم دواهيج غريج بير والحبل اشعره. ياب الحبل اشعره الرشا اشعره غريج بير والحبل اشعره. ويا غالي لو تشوف الصار والدار. يا غالي لو تشوف الصار والدار حزين ومن بياب العين والدار. والدار رحلوا عني وكئيب الحوش والدار على المجفين والناظر عمل. يا لطيف وترف من يوم فقدك غار بينا الحمل والنوب شوقك غار بينا. غار بينا يا لو بالصوت ترجع غار بينا. تعالوا عود عودات الصدى. الله وحفايا وعلى جمركم دابجينا صبر والقلب ورم دابجينا. دابجينا يا لولا دموع تنفع. اي بالله دابجينا وسحلنا بروحنا وجهه قفوة. ويلي ودار الجفوها هلي. اي بالله دارت ولا دارت. دار الجفوها هلي دارت ولا دارت. ناديت الهش كثر بالا ولا دارت. ولا دارت بال حيف عليها واسف. إيه؟ بيها الدنا دارت من حيث كانت قبل. لو مره الها تضيف. إيه؟ تزيد من الهلا واضعاف الها تضيف. ما تسال عن اللي اجوا ميعين الها تضيف. يا ما عدوها النزل بيها وزلم دارت. الله سلامتكم. احسنت احسنت الله احسنت جميل. الله ما شاء الله. الله يسلمك. ما شاء الله. الله يسلمك. صح الله لسانك. صح الله ابنك. الوقت لك اخوي حسن.
والعنيت 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 يا ما يا بش كثر عنيت ولا يما يا عيني والله ايش كثر عني انت والبارحه بهالليل يا حلوى الرابط اصبح بيد النسوان وهن اللي جمعن هن اللي فرق اخوان الحلوى الرابط اصبح بيد النسوان هن اللي جمعن هن اللي فرق اخوان فرسان والمريد انه يقول إن ما يسوى شيء اصدر زين هالوقت ما بيدو شيء لو من ترمش له قبل يحفظ ويمشي يا شوال ما حبيتك انت زيني وكان الهوى ما يدخل بيني وبينك يا صار الساع يا بابا يا شوال ما حبيتك انت زيني وكان الهوى ما يدخل بيني وبينك يا رعت المرود في الخاطر عيني يا رعت المرود في الخاطر عيني خليتيني لاني حي ولاني ميت لو ادري عذب الحب والله ما حبيت ولا ولعت قلبي بجيران البيت شكرا جزيلا لكم اعزائي المشاهدين انتهت هذه الحلقة من برنامج مضايف أهلنا شكرا جزيلا لحضور الأخوة الأعزاء الشعراء المبدعين حقيقة الأخ الشاعر مروان الحمود والأخ الشاعر عدنان الرباعي والأخ الشاعر أحمد السبعاوي وشاعر الربابة الفنان حسن الجبوري أزل وصهيب المصورين سيف العبيدي يحيى الميزان علي غالب التنسيق والعلاقات صدام السحل هندسة الصوت والمونتاج عمار النعيمي هندسة البث والاستوديو خالد المحمدي أعزائي المشاهدين نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج تقبلوا تحياتي وتحيات الأخ المخرج ياسر صبيح البياتي